وعن أبي قال حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا أبو عبد الله الكرماني. معظم العلماء الحديث يقول لك بكسر الكاف إلا الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال لك بفتح الكاف، قال الكرماني الكرماني، لكن إيه معظم المحدثين يقول لك الكرماني بكسر الكاف. حدش وافق الإمام النووي على إيه على المشهور بكسرها. وعن أبي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، رآها حقيقة صلى الله عليه وسلم، بل ظهرت له في عرض قبلته في محرابه صلى الله عليه وسلم، ظهرت له الجنة وظهر لي النار صلى الله عليه وسلم. وعرضت عليه أيضا في رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا اللي الخزاعي ده يجر قصبه يعني أمعاءه وهو أول من سيب السوائب. باب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، توفيتني يعني رفعتني إلى السماء نائما. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، في سورة آل عمران. متوفيك يعني منيمك ورافعك حال نومك، يبقى رفع إلى السماء حال نومه، لأن النوم أخو الموت، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى سيدنا عيسى لم يمت بل أنامه الله ورفعه إلى السماء الثانية وهو نائم، واضح؟ هذه معنى متوفيك ورافعك إلي. فبيقول له هنا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، المراقب لأحوالهم، وأنت على كل شيء شهيد يعني مطلع مراقب لهم. لنا قلت لهم اتخذوني إله ولا اعبدوني أنا وأمي من دونك وأنت تشهد على ذلك يا ربي، وأنا ما كنتش رقيب عليهم لما رفعتني إلى السماء. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا، حفاة عراة غرلا، ده يوم الحشر. لأن يوم الحشر بيمر بمرحلة نشر فحشر فحساب ثم بعد ذلك ايه جنة او نار. النشر يعني يخرجوا من القبور ثم يحشروا الى الموقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انكم محشورون يعني مجموعون يوم القيامة الى الله حفاة عراة غرلا، غرلا يعني ايه قلفا، والأقلف هو الذي لم يختتن، لأن الرجل معروف أنه هو طفل بيختنوا ويقطعوا منه حتة جلدة اسمها القلفة اللي بتغطي حشفة الذكر. يوم القيامة يبعث زي ما ربنا خلقه، أي حاجة اتقطعت منه في الدنيا ترجع له تاني ما لم يكن هو الذي قطعها، واضح؟ فإيه تحشرون محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال في رواية ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم إيه يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وربنا بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده، فدل على أن النبي كان أول الخلق من القرآن، لأن الأولية المحمدية في كتير ناس بتنكرها، يقول لك ده كلام الصوفية ما تسمعوش، صوفية ايه؟ كلام القرآن،
دي كلام القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، وانا اول شافع واول مشفع. وبيقول ايه؟ وبيقول كما بدأنا اول خلق نعيده، يعني الاعادة صورة من البداية. فلما كان البداية النبي هو الاول، يكون في الاعادة النبي هو الاول. واضحة واضحة خالص، وبينتنا في الصلوات اليسرية. ده اللي بيقرأ الصلوات اليسرية بأسماء الله الحسنى هيجد هذا المعنى واضح تماما. فالأولية المحمدية قرآنية وليست صوفية. يقول لك دي من بدع الصوفية. بدع صوفيتي بس ما تقرأ القرآن وعيش. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وربنا بيقول رحمتي سبقت غضب، مش كده في الحديث القدسي؟ والنبي رحمة، يبقى الرحمة كانت سابقة في بداية الخلق، تبقى الرحمة هي أول ظهور، الظهور يوم الإعادة اللي هو النبي. يبقى الحقيقة المحمدية كانت هي بداية الظهور. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبدايتها رحمة ونهايتها أيضا تبدأ بالرحمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. حكاية واضحة. يقول لك مش عارف خزعبلات الصوفية. خزعبلات ايه بس يا زعبول انت؟ انا مش عارف يعني ايه زعبول، بس يعني هي جت كده وخلص نصيبه، واللي من نصيبك لازم يصيبك. ثم قال كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. في سورة ايه دي؟ كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا، في اخر سورة الانبياء، اخر سورة الانبياء اللي فيها ايه؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. افهم وفوق عشان تعرف الاولية المحمدية. ما على طول بعدها بايتين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وبعد اية ما ارسلناك الا رحمة للعالمين قل ايه؟ انما يوحى الي، ما قالش انما انا بشر. يبقى بيتكلم هنا على الروحانية المحمدية التي سبقت الجسدية المحمدية، لان الروح سبقت الجسد. علشان كده قال له بعدها على طول بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ما قالوش قل انما انا بشر، قال قل انما يوحى الي. فالوحي سبق للروحانيه قبل ظهور الوحي في الجسديه المحمديه. واضحه خالص، مش عارف اي ايه الغموض اللي فيه. وقاعدين بس يقروا القران ما شاء الله حافظينه، حافظينه ويصلوا بيه ليل نهار لا يجاوز ترقيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قعدت في الحته دي ممكن اقعد معاكم للفجر، بس انا هنقطع. ثم قال الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم. سيدنا ابراهيم الخليل ليه بقى مزيه يوم القيامه؟ اول من يكسى، ما هو الخلق هيبعثوا ايه؟ عراطا. اول من يكسى مين؟ سيدنا ابراهيم. بعدين نبي على طول صلى الله عليه وسلم، بكساء افخم من كساء ابراهيم. كويس، ده فضل اعطاء سيدنا ابراهيم، لانه تعرى ازاء في الله، عروه قبل ان يلقوا للنار. فربنا سبحانه وتعالى مقابل هذا جعله اول من يكسى، لانه اول من تعرى في الله قبل ما يلقوه في النار. لكن بعد كده النبي يوم القيامه ليه بقى فضائل كثيره لا تعد ولا تحصى، بقى هيبقى على يمين العرش، وهو اللي هيقول انا لها، وهو اللي هيشفع، وبيدي لواء الحمد، وكل الانبياء يقولوا نفسي نفسي، وهو يقول ايه؟ انا لها صلى الله عليه وسلم، ويسجد تحت ساق العرش. فالنبي له ايه؟ اوليات كثيره وفضائل كثيره بقى. فما تحطش الحته دي تفتكر ان حد هيسبق النبي، لا سابق له من الخلق، هو اسبق الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني جهة النار، فأقول يا ربي أصيحابي، يعني ده من الجيل الأول، لأن النبي مسمينا احنا إخوانه، وأصيحابي دي تصغير صحب، والصحب ده الجيل الذي رأى النبي، يبقى ده من الجيل اللي رأى النبي، مجموعة هتزاد نحو ايه؟ النار. فيقول يا رب دول صحابي، يعني كانوا معايا شافوني وشفتهم.
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأنت ما تعرفش ما كله أنت عارفه وعرضت عليك أعمالهم. يبقى هنا استفهام تقريري وليس إنكار إن النبي لا يعلم ما حدث بعد وفاته، لا، لأن أعمال أمته كلها بتعرض عليه في قبره فهو عارفها. بس النبي كان عنده أمل إن ربنا يعدها لهم، فبيقول يا رب دول صحابي ليه توديهم ناحية النار، على أمل إن ربنا يعديها لهم، لأنه هو شافع مشفع رحمة. فربنا بيقرره بيقول له إيه، أو تدري أما تدري ما أحدثوا بعدك، ما أنت عارف كله على عينك، مش أنت شهيد؟ وشهدت ذلك في برزخك كما شهدت ذلك في حال حياتك. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الجماعة التانيين إياهم اللي أنت عارفهم وأنا عارفهم خدوا الحديث ده أن النبي لا يدري بعد وفاته ما يحدث بعدهم، فنفوا عن النبي الدراية وأخطأوا، لأن النبي قال تعرض علي أعمالكم فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. فهم يقول لك أن الحديث عرض الأعمال يناقضه قوله ما تدري ما أحدث بعدك، وما تدري ما أحدث بعدك أصح، وبالتالي يبقى الحديث الثاني ده شاذ، يوم يمشوا مع جانب عدم علم النبي وهم جاهلة. الحديثين صحيحان ومفيش شذوذ، لأن الله سبحانه وتعالى هنا بيستفهم معه استفهام تقريري، كأنه بيقول له ما أنت عارف إزاي تتكلم حاجة زي دي، وأنت عارف وعرضت عليك أعمالهم وعرفت إنهم ارتدوا بعد وفاتك. يبقى الكلام ده في من ارتد بعد وفاة النبي في خلافة أبي بكر ومات مرتدا، فهمت؟ لأن في مجموعة كده ارتدت وماتت على الردة، هي المجموعة دي بقى هي اللي دي هتزاد عن الحول، واضح؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وهذا مقصود به جفاة الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ردتهم. باب آخر باب بقى في تفسير سورة المائدة، حتى نقف على سورة الأنعام نبدأ بها يوم السبت إن شاء الله. باب قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة ابن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا، وفي رواية وإن رجالا مكان ناسا، يؤخذ بهم ذات اليمين فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم، يؤخذ بهم ذات الشمال لجهة النار يعني، فأقول كما قال العبد الصالح اللي هو سيدنا عيسى بن مريم عليه ونبي الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طب وليه قال إنك أنت العزيز الحكيم مع أن سيدنا إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ ما كان ممكن يقول له إيه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يبقى زي سيدنا إبراهيم ما قال الغفور الرحيم، فهمت؟ طب ليه بقى سيدنا عيسى قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ قالوا حتى لا يشفع لهم، لأنهم عبدوا من دون الله، حتى لا يشفع لهم. وده تعليل شيخ السيد عبد الله الصديق الغماد في قول سيدنا عيسى وإن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فعلل لما لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما قال سيدنا إبراهيم فإنك غفور رحيم، قال حتى لا يكون شافعا لهم لأنهم عبدوه من دون الله لكمال تبريه مما رفعوا فيه قدره.
واضح؟ حتى لا يكون له شهوة في نفسه من باب رفعة قدره إلى مقام الألوهية. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على سورة الأنعام يوم السبت القادم الساعة 10:30 بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.